يعني يوم الرياضه النهارده جميل، ودعوه ان الكل تحت مظله وزير الشباب الكل سواسيه سواء مراكز الشباب سواء الانديه الكبيره من خلال الاحتفال الكبير النهارده. والله هي دي رساله فعلا ان احنا يعني كلنا في الوسط الرياضي كلنا اسره واحده. ده صحيح مراكز الشباب يعني بتلعب نهائي، لكن نبقى رئيس لجنه اولمبيه واعضاء لجنه اولمبيه، رئيس اتحاد الكوره واعضاء اتحاد الكوره، محافظ القاهره، رؤساء الانديه، الجهاز الفني للمنتخب الاول، صندوق التمويل الاهلي، المنتخب الاولمبي. فدي دعوه للشباب كله ان من يجيد ويصل الى المباراه النهائيه سيجد التكريم المناسب من الوزاره. الرساله الاخرى ان احنا بنقول ان احنا مهتمين بشبابنا في كل القرى والنجوع. النهارده كان في اربع فرق بتتبارى على المركز الاول، فرقه من اسيوط، فرقه من السويس، فرقه من الجيزه، فرقه من اسكندريه، فتقريبا واخدين الشمال والجنوب والشرق والغرب، فكل الجمهوريه ممثله. المكافآت في كل مباراه ما عندناش، احنا مجرد تمارس الرياضه، فما تفرقش معانا اذا كنت هتكسب ماتش، ما اللي هيكسب مش هيطلع درجه اولى واللي هيخسر مش هينزل درجه تانية، انت مجرد بتلعب عشان تنبسط وتبقى سعيد بس. فهي دي الحاجات اللي بنحاول نقولها. الرساله دي هتخلي السنه الجايه احنا عندنا طلبات دلوقتي باكتر من 1000 مركز شباب يشارك في المسابقه الجديده، احنا 472 بس المسابقه ديت، لكن دي كمان هتدينا لما بنعمل مصارعه، تايكوندو، كونغ فو، بتخلي الناس كل المراكز عايزه تشارك. اهم من الحدث استمرار الحدث، يمكن دايما كان في احداث مع بعض الوزراء وما بتستمرش. خطتك بصراحه للحدث الرياضي؟ خطتي بصراحه ان احنا نجيب كمان رعاه، لانك لما بتجيب راعي للمسابقه بيبقى هو حريص على انها تنجح، هو بيبقى حريص على انها تظهر في وسائل الاعلام. فاحنا ان شاء الله عملنا كل ده وتكلفنا هذه التكاليف اللي انا شايفها انها ممتازه جدا لانها جمعت شبابنا كله مع بعض. لكن كمان مهم ان احنا يبقى عندنا رعايه، لان الرعايه دي بتدينا فرصه نخلي الرعاه يتولوا هم الدوري ده واحنا ننزل لدوري اخر ونشوف لعبه اخرى وهكذا لغايه ما هنشارك ان شاء الله كل شبابنا سواء اولاد او بنات في مسابقات الرياضيه والثقافيه. التواجد الجماهيري الكبير اللي شايفينه النهارده، حضور جماهيري، شباب، اعلام، سياسيين، رياضيين، شايف ان هي بدايه دعوه او رساله لعوده الحياه للمدرجات كره القدم والمباريات في الفتره اللي جايه؟ شايف ان هي بدايه ممكن تكون بدايه ان شاء الله لعوده الجماهير؟ الجماهير ان شاء الله ستعود الى المباريات. احنا بس يمكن في ظرف سياسي، عندنا انتخابات رئاسيه بعد عده ايام، ربما يكون الوقت غير مناسب لان احنا نختار الوقت ده لعوده الجماهير. لكن ان شاء الله مع بدايه الموسم القادم في نهايه شهر 8 او اول شهر 9 عندنا مباراه مهمه جدا للمنتخب القومي يوم 10/9 مع تونس في تصفيات افريقيا. انا شايف ان كل المباريات دي مباريات مهمه جدا، وبالتالي ان شاء الله يعني هيكون الجماهير موجوده في الملاعب. اخيرا ملف قانون الرياضه وملف قانون الشغب، يمكن بنسمع عن مقترحات لكن التنفيذ لم يتم، ايه اسباب التاخر؟ ابدا، احنا معدنا 24 مايو وما تاخرناش ولا اي حاجه. وعايز اقول لك حاجه، كل دي مشروعات قوانين، لا استطيع انا كوزير ان اصدر قانون، انا مجرد بقول اقتراح او مشروع. القانون ده بيروح بعد كده لمجلس الشعب. فانا بقول لكل الوسط الرياضي لا تقلق من اي حاجه، حتى لو مختلف على بند من البنود اللي موجوده في المشروع، ربما لما يروح مجلس الشعب يغيره خالص او يضيف عليه او يشيل منه يعني. فالموضوع كله بس لو تعاملنا بالحب وبالانجاز وازاي نحقق نتيجه وازاي ننهض بالبلد وبالرياضه هننجح كلنا. لكن احنا اذا تصيدنا لبعض الاخطاء، ده كاتب كلمه هنا، ده مش عارف، مش عمر ده ما بيجيب نتيجه. سؤال اخير، ممكن يكون في من حضرتك وقفه للحد ما من بوادر ازمه ما بين لجنه الانديه واتحاد كره القدم المصري فيما يخص بعض الامور الخاصه ببطوله الدوري مثلا هذا العام؟ لا، احنا ليس لنا دخل بهذا الموضوع، دي لجنه منتخبه من الانديه وده اتحاد منتخب من الجمعيه العموميه، وكل العلاقات بين لجان الانديه والاتحادات كل الحاجات ديت علاقات خاصه جدا، ليس لدينا في الوزاره اي سبب للتدخل يعني. لو حصل تصادم ما بين اللجنه والاتحاد، لو حصل تصادم حتى لو تدخلنا هنتدخلنا بشكل ودي يعني، لكن ليس لنا اي املاء ولا ليس لنا اي تدخل في شؤون الاتحاد ولا اللجنه الاولمبيه، دي ناس منتخبه ولها الحق تاخد القرار، ما حتى لجنه الانديه منتخبه، فما عندناش اي تدخل يعني. دعوه البعض لرفع قضايا لحل اتحاد كره القدم المصري، شايف ان هو بيأثر على مسيره الرياضه المصريه الفتره اللي جايه؟ انا اعتقد ان القضايا دي مرفوعه بقى لها فتره طويله يعني، يمكن من اكثر من سنه او يمكن من بعد الانتخابات مباشره، وبالتالي انا وجهه نظري ان شايف ان كل واحد له الحق في التقاضي، لكن بنسعى ان في القانون الجديد ان شاء الله ان يكون الخلاف بين الناس تحكم المحكمه الرياضيه وليس المحاكم العامه. شكرا.
بكرة بمشيئة الرحمن الساعة 7 مساء لقاء الاتحاد السكندري والنادي الأهلي باستاد اسكندرية. خلي بالكم، الاتحاد السكندري عنده 30 نقطة في المركز الثالث، النادي الأهلي عنده 30 نقطة في المركز الثاني. النادي الأهلي لعب 16 مباراة، نادي الاتحاد السكندري لعب 17 مباراة. بما يعني طموحات الاتحاد السكندري انه يفوز في لقاء الغد عشان يبقى 33 نقطة ويعدي النادي الأهلي. طموحات اكيد النادي الأهلي ان هو يؤكد الثلاثة نقاط ويبقى 33 نقطة ولعب 17 مباراة ويقلص إمكانية منافسة الاتحاد السكندري على المركز الأول. فاضل قبل ما استعرض مع حضراتكم فقرة كده رتبها لنا صديقنا محمد نصر عن ده له كم مباراة وده له كم مباراة فيما يتعلق بالتنافس الشديد على قمة المجموعة الأولى. سموحة فاضل له 3 مباريات لأن سموحة مازال في المركز الأول. عنده ام بي في استاد اسكندريه يوم 8/5 اوكي اللي هو بكره وبعدين او بعد بكره، وبعدين عنده الرجاء وسموحه يوم 12/6 في استاد الماكس، وبعدين عنده اخر مباراه سموحه والمقاولون العرب يوم 16/6 في استاد الماكس. ده مين؟ ده سموحه. بالنسبه للنادي الاهلي عنده المحله والاهلي يوم 11/5 في استاد غزل المحل، وبعدين عنده الاهلي والجونه في استاد القاهره يوم 12/6 والمقاصه والاهلي في الدفاع الجوي يوم 16/6. اخر مباراتين في كل المجموعات في توقيت واحد يوم 12/6. بالنسبه لاتحاد اسكندري خلاص بعد مباراه بكره عنده مبارتين، عنده ام بي في بوترو سبورت يوم 12/6 قلنا، وبعدين عنده الجونه والاتحاد في الجونه يوم 16/6. دي المباريات المتبقية، وبالتالي منتهى الصعوبة زي ما كان بيقول لنا من شوية المهندس خالد عبد العزيز ان انت تحدد مين اول وتاني هذه المجموعة. فقرة كده للترفيه عن حضراتكم جميلة فيها بعض الاهداف الجميلة. طيب يعني